ناس كتيرة جدا كانوا عارفين ان في ارتباط وثيق ما بين مخزون المبيض اللي بيقل وفرصة الحمل اللي بتقل، بل بالعكس كمان بيسمعوا كلام اكثر تعاسة، مخزون مبيضك قل فالدورة شهر او شهرين او سنة او سنتين هتقطع، فرصة حملك قلت حتى لو هتعملي حقن مجهري. الكلام ده بيتفق مع حالات وحالات تانية لا، زي ما ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، كل حد بيعيش قدره هو. سامية ابا بكر، منين يا سامية؟ من السودان. كم سنة؟ 34 سنة. متجوزة بقالك قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين، 3 سنين فيهم ايه؟ 3 سنين فيهم كتير من الآمال الأحبطات، فيهم كتير من المشاكل بسبب عدم الإنجاب، قابلت فيهم دكاترة كتير في السودان، وعملت أكثر من 3 عمليات حقن رحمي، برضو كل النتائج كانت سلبية يعني. حقن مجهري. السبب إنه مخزون المبيض ضعيف. فتكاد تكون فرصة الحمل راحت. خلاص الفرص كلها ضاعت وما في أمل أصلاً إنه يكون، لأنه كل مرة بيكون في أمل أخش الحقن الرحمي أنتظر ال 14 يوم يكون ما فيش نتيجة. قابلت برضو في مركز كبير ومشهور والحمد لله، فهم برضو قالوا لي إنه لازم أعمل حقن مجهري، يعني ما في طريقة لأي حاجة. فعملنا التجهيزات للحقن المجهري وعملنا سحب للبويضات، بس للأسف برضو البويضات ما حصل لها تخصيب، فكده قفلت. كده كل الطرق قفلت. كده قفلت. أيوة بالضبط كده. بعدها فعلا يعني شفت حضرتك وجيت لعندك وكنت يعني طمنتني خالص انه كل حاجه ممكن تبقى، وزي ما انت بتقول دائما ما عند الله باغي وما عندكم ينفذ وما عند الله باق. الحمد لله. والنهارده يوم الطلاق فحصل فيه فعلا الحمد. الحمد لله. الف مبروك. تسلمي. مبروك وحمل طبيعي بايد ربنا. الحمد لله. مبروك لحقن مجهري ولا منظير ولا اي حاجه. وفعلا بس الست اطمنت وخدت علاج يحسن جوده بويضاتنا، والنهارده بنقول مبروك. الحمد لله. ونفس القصه بنفس التفاصيل بس بشكل تاني، لحاله تانيه مصريه اتجوزت وانجبت وبعد كده بدا المخزون يقل وعملت زيك حقن مجهري وبالرغم كده ما حصلش حمل. فاطمه سعيد، دايما بقول وادي النيل. الحمل في وادي النيل. عندك كام سنه؟ هبدا في 35. متجوزه بقالك قد ايه؟ 9 سنين. ايه بقى قصتك؟ لما فكرت ادور على حمل عملت الاول متابعه تبويض، وبعد كده الدكتوره قالت لي كده بالنص ما تفكريش انك انت اصلا هتخلفي تاني. شكل المبيض على السونار قليل جدا، تحليل الهرمونات كان مش حلو، بعد كده مع نفسيتي كل حاجه بقت بتبوظ. بس فقالت لي نصيحه مني يعني ما تدوريش تاني، حتى لو عملتي حقن فرصتك في الحقن تبقى قليله قوي، تصرفي فلوس على الفاضي، فاكتفي بابنك دوت واحمزي ربنا وخلاص. بس فصدرت لي كميه طاقه سلبيه فظيعه مع بقى المشاكل اللي بتحصل بعد كده مع انقطاع التمص وكده. فجيت لحضرتك كنت منهاره، قلت لي مفيش حاجه من اللي هي قالته ده اصلا حقيقه، وما تفكريش بالشكل دوت وما تفكريش بالسلبيه دي. قلت لحضرتك انا هحتاج لحقن او كده، قلت لي لا ان شاء الله هنحمل طبيعي. فانا كنت فاكره ان حضرتك بس بتطمني وان انا مش هبقى حامل ولا حقن ولا طبيعي. مشيتني على علاج وبعدين متابعه تبويض شهرين، اهدي وثلاث شهور وتعالي. فانا قلت خلاص يعني انا لما اجيلك بعد الثلاث شهور هتقولي مفيش عندنا علاج تاني ومفيش امل تاني. فبرضه كنت جايه منهاره بسبب نفسيتي، وان تحليل الهرمونات بتاعي كان قرب للصفر، ودي كانت حاجه غريبه لانه ما كانش كده في الاول. فقلت خلاص بقى ان الدكتوره الاولانيه دي فعلا كان عندها حق. فلما قلت لحضرتك طب انا تحليل هرموناتي وحش قوي الشهر ده، قلت لي انا ماليش دعوه بتحليل الهرمونات، انا ليا السونار اللي قدامي. حتى انا لما شفت ان انا حامل انا اتصدمت، ما كنتش مصدقه يعني، كنت حاسه ان مش انا يعني، ان دوت مش تحليل. ربي بيقول على نفسه وما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها. لازم يكون عندنا أمل في ربنا ويقين في ربنا، والدليل على كده لا بالمنظار ولا بالحقن المجهري ولا بالدواء، ده بالقدر وبعطاياه الخفية. فألف مبروك ليك وليه. ألف مبروك. مبروك وإن شاء الله عبال كل الناس. مبروك.